اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذا أردت أن أتكلم في محضر الشهداء فلا يسع إلا أن نتكلم عنهم وعن شخوصهم وعوائلهم، لا عن معنى الشهادة ولا عن الشهيد، فذلك أكبر وأعظم من أن يقال في هذه العجالة. وفي الحقيقة أنا أريد أن أركز على كلمة قالتها والدة الشهيد سامي مشامع. في لحظة الصدمة لا يكون الإنسان مستعدا لأن يقول كلاما منمقا، في لحظة الصدمة لا يستطيع أي إنسان أن يقول الكلام الجميل إلا إذا كان جميلا. وما قالته والدة الشهيد سامي مشامع لربما يقوله أي أحد، لكن في غير لحظات الصدمة، الاختبار، الامتحان، أن يعرف المعدن عندما تكون هناك فاجعة، عندما يكون الإنسان على المحك، عند ذلك يظهر المعدن. تقف هذه السيدة على جسد ابنها المقتول ظلما، والذي لاقى ما لاقى من التعذيب، وهي أم فاقدة، لتقول وتستحضر كلام سيدتنا ومولاتنا زينب عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا. ورؤية الجميل في الحقيقة تحتاج إلى ذوق جميل، ورؤية الجميل في لحظات الشدة وعندما يسيل الدم تحتاج إلى روح وعقل جميلين. وهذا الجمال لا يمكن أن يتوفر إلا بصقل هذه النفس، فكيف استطاعت هذه السيدة التي لم تحصل على بكالوريوس ولا ماجستير في العلوم الإسلامية ولا أي شيء، أن تقول في هذه اللحظة الفجيعة وفي هذا الوقت الذي كل العالم ينظر إليها وهي فاقدة ابنها: ما رأيت إلا جميلا؟ غريبة هذه المسألة. وهذا يدفع لأن نتكلم عن الشق الآخر، الوجه الآخر إلى المسألة، أن هناك شعب تربى بصدق وحقيقة على مبادئ أبي عبد الله الحسين، شعب تشرب هيهات منا الذلة، شعب تشرب لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، شعب عرف كلمة السيدة زينب عندما وقفت أمام ابن زياد لتقول له: فقد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. هذا الشعب الذي تعلم هذه الدروس لا يمكن لآل خليفة أن يهزمه، ولا يمكن لآل نهيان وآل سعود بملياراتهم أن يكسروه. لقد خلد التاريخ كلمة عمر المختار عندما قال أمام رئيس الجيوش الإيطالية: أننا شعب نموت أو ننتصر،
وهذه المقولة إلى هذا الإنسان خلدها التاريخ. وأنا أعتقد أن كلمة والدة الشهيد سامي مشيمع ستخلد. في المعنى السياسي أنا أعتقد أن النظام ارتكب أكبر حماقة في هذه الثورة عندما يقوم الحاكم بتوقيع حكم إعدام شبان بريئين، إعدام سياسي، بعد أن عمل البريطانيون والأمريكان وعبر ما سمي بتقرير بسيوني أن يستنقذوا النظام ورأس النظام من المساءلة الدولية. اليوم هناك صك يقول وبشهادة الأمم المتحدة أن حمد عيسى آل خليفة قاتل، قاتل خارج القانون، أن حمد عيسى آل خليفة ارتكب جريمة، وبالتالي فهو في الحقيقة لا يعطي لنفسه أي مستقبل سياسي. إذا كنا نتكلم على المستوى القانوني والدستوري أن الشعب مصدرا للسلطات، فهذا الشعب لا يمكن أن يقبل أن يحكم من قاتل. وهذا الشعب الذي اليوم يضج كله بتحميل حمد بن عيسى آل خليفة المسؤولية المباشرة عن مقتل 3 شبان، لا أعتقد أنه سيعطي تفويضا لأي جهة سياسية بأن تجلس على طاولة حوار موجود فيها حمد بن عيسى آل خليفة. أعتقد أننا عبرنا مرحلة الخيارات السياسية ووصلنا إلى حيث الحقيقة، حيث يجب أن يكون صوت الشعب هو الحاضر على طاولة مفاوضات أو حوار أو سميها ما تشاء. لكن بالتأكيد حمد عيسى آل خليفة ليس له مستقبل سياسي في البحرين، وهذا يبنى عليه ويجب أن يكون حاضرا في جميع خطاباتنا. دم هؤلاء الشهداء لا يمكن أن يذهب هدرا، لأن هذه الظلامة ظلامة واضحة لا يمكن أن يتملص منها المجرم الذي وقع على حكم الإعدام. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله أن يكتبنا في ركب الشهداء وأن يرزقنا هذه الروح أو بعض هذه الروح التي امتلكها علي وسامي والأستاذ عباس. صلوا على محمد وآل محمد.